مجموعة من الفعاليات والتجارب المصممة خصيصا لتحاكي حواس الإنسان الخمس، هذا ما يوفره الجناح النمساوي في إكسبو 2020 دبي، وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجيا تفاعلية تجمع بين التجارب الحسية والرقمية. المزيد مع هاني نصر. بمخروطاته البيضاء المرتفعة المستوحاة من أبراج الرياح العربية، يلفت جناح النمسا أنظر زوار إكسبو 2020 دبي، ليأخذهم عبر رحلة تجمع التراث والطبيعة النمساوية من جهة، وآخر ابتكارات هذا البلد في قطاعات شتى من جهات أخرى. وينفرد الجناح الواقع في منطقة الفرص بتصميم يمكن ملاحظته بسهولة من بعيد، حيث يتألف من 38 مخروطا أبيض ترتفع بأطوال تتراوح بين 6 أمتار و 15 مترا، ليكون نموذجا مبتكرا لطريقة دمج أساليب البناء العربية التقليدية مع الابتكارات النمساوية الحديثة. يوفر جناح النمساوي مجموعة من الفعاليات والتجارب المصممة خصيصا لتحاكي حواس النظر، السمع، الشم، التذوق واللمس، وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجيا تفاعلية تجمع بين التجارب الحسية والرقمية. ويتيح الجناح أمام الزوار فرصة التعرف على المبادرات النمساوية المبدعة وأحدث الابتكارات والحلول الملهمة من خلال معرض آيلاب المؤقت، والذي يعتبر بمثابة منصة المعرفة والمكان الذي تجتمع فيه الأفكار الخلاقة النمساوية. كما يستعرض جناح 53 ابتكارا نمساويا تعكس الإبداع النمساوي وتعرض بأسلوب رقمي وفيزيائي. وتشارك النمسا عبر جناحها ببرنامج حافل بأكثر من 100 فعالية تركز على قضايا مهمة مثل الحفاظ على الطبيعة، الأمن الغذائي والتقنيات الحديثة، كما تعمل على خلق منصة للالتقاء والتعاون ما بين رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم الكثير.